السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الفورماسيون سي بي كاد البارتي الرابعة إن شاء الله نقدم فيها كالكول ستركتور ديالها و لانتربيلاسيون دو ريزولتا إن شاء الله. شوف الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش كنديروا لانتربيلاسيون دو ريزولتا وكيفاش كنصححوا لي زيرور اللي كيوقعوا في الفيريفيكاسيون. هنا كنقص لوتور دو بوطو اللي جا في الوسط حيتاش عندنا في لي دال ما خرجينش على هاد الداله دونك كنقصهم.
كما كتشوفوا هنا جاونا لي زيرور في لي بوتر ديتيرميني محددين. دونك حنا نحاولوا شفنا الفيريفيكاسيون ديالها جبرت بلي انه ولا خصني نزيد في لوتور ديال لي بوتر. دونك غادي ندير البحث عليهم ونزيد في كل وحده نزيد 10 سنتيم بور فيريفيكاسيون لا ستركتور.